مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وقبل ما نشوف هذا الملف للزميل عماد حمدي، في الحقيقة طبعا كلية الهندسة جامعة طنطا دائما متميزة في الكثير من المجالات، ومش كده بس كمان، لا ده لديها أفكار كثيرة وعديدة إبداعية لخدمة المجتمع. إذا كنا بنتكلم عن مصر 2030 ورؤية مصر 2030، بنلاقي من هذه الكليات التي تتابع هذه الرؤية، فكان لابد لها أن تواكب هذا التطور وهذا التحديث المستمر، بحيث نحن فعلا مواكبين كل ما هو جديد. اسمحوا لي طبعا أن أرحب بضيفي الكريم أستاذ دكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة جامعة طنطا. أهلا بحضرتك فندم. والطالب بقى المتميز، الطالب إسلام النويهي، أحد الطلاب المشاركين بالمشروعات. أهلا بحضرتك يا إسلام، أهلا بك. دكتور أحمد، بداية يعني حتى قلت في البداية أنا كلية الهندسة جامعة طنطا بالفعل هي كلية متميزة، ودايما بنلاقي فيه حاجات كثيرة، أبحاث علمية ودراسات بحثية وهندسية وخلافه، لخدمة المجتمع وخدمة البيئة. لكن بداية أنا عايز أتكلم عن يعني نبذة صغيرة عن كلية الهندسة جامعة طنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا بحيي سيادتك وبحيي شعب مصر كله، كل سنة وحضرتك طيب. طبعا زي ما سيادتك قلت، كلية الهندسة تعتبر من الكليات الأساسية في جامعة طنطا. جامعة طنطا 15 كلية، تعتبر كلية الهندسة قاطرة من قاطرات الجامعة. كلية الهندسة أنشئت سنة 1984 بالقرار الجمهوري 1142. من يوم أنشأت كلية الهندسة وهي في وسط الدلتا، يعني ازدحام سكاني، منطقة كبيرة جدا، بدأت تخدمها كلية الهندسة وجامعة طنطا عموما. ده ممكن بتخدم خمس محافظات كمان. بتخدم طبعا، هي مش يعني هي شاملة وسط الدلتا كلها والمحافظات. طنطا فقط. مش أبناء طنطا فقط. لا لا، ده هي من يوم ما بدأت طبعا لحد ما وصلنا للي احنا فيه النهاردة. كلية عدد طلبة بيوصل ل7000 طالب. برامج مميزة موجودة، 10 أقسام علمية. فتعتبر كلية الهندسة من الكليات الكبيرة في جامعة طنطا اللي عملت اسمها على مر الزمن بالدفعات اللي خرجتها. بالضبط، وده فعلا أنا اتكلمت في البداية إن فعلا لها تاريخ طويل جدا، وفي نفس الوقت نشاطها مش لخدمة الطلبة فقط، احنا بنلاقي نشاطها بيتعدى خدمة الطلبة، خروج للمجتمع وتقديم ما يحتاجه المجتمع. طب حضرتك ذكرت الأقسام الخاصة بالكلية. الأقسام أنا عندي في الكلية 10 أقسام علمية، عندي 4 برامج مميزة، وعندي 3 برامج في لجنة القطاع الهندسي لسه بيتراجعوا علشان إن شاء الله يتوافق عليهم، يبقى عندنا 7 برامج مميزة مع 10 أقسام اللي موجودين عندنا. كل ده طبعا لخدمة وسط الدلتا بالكامل، لخدمة سوق العمل. البرامج اللي بتفتح دي لازم بتخدم سوق العمل، بنشوف التوجهات رايحة لفين. الناس دلوقتي بقى عندها وعي كبير جدا، كل بيحاول يدور على التخصصات المطلوبة في المستقبل، فإحنا لازم نلبي الرغبة دي. عشان كده بدأنا نفكر في البرامج المميزة اللي احنا نقدر نفتحها تلبي رغبات المنطقة اللي احنا محيطين بنا والمجتمع اللي حوالينا كله، وكمان تقدر تخدم رؤية مصر كلها، لأن احنا دلوقتي محتاجين تخصصات معينة هي اللي شايفين البلد محتاجها في الفترة اللي جاية. فإحنا لازم نخدم رؤية مصر في الاتجاه ده، ونفتح برامج تخدم المنطقة اللي احنا موجودين فيها. يعني حضرتك تشعر ان حتى السياسة التعليمية اتغيرت للأحدث، يعني بدل ما يبقى مجرد تعليم فقط، لا انا عايز اشوف المجتمع محتاج ايه واطلع له الخريج اللي هيخدم في المجتمع. هو طبعا انا بأكد على كلام حضرتك ده، السياسة التعليم اتغيرت كتير. واللي كان من فترة الطلبة بتبقى تخصصات المطلوبة، لا الفكر دلوقتي اتغير. في تخصصات في وقت من الاوقات كان عليها طلب كبير جدا، لا دلوقتي الطلب عليها قل طبقا لنظرة المجتمع في المهن المطلوبة. أي واحد دلوقتي عايز يخلص لازم يطلع بيبقى ضامن لنفسه فرصة شغل، عايز تخصص يكون مطلوب في المجتمع، فيبتدي يدور وهو طالب على إيه البرنامج اللي يقدر يخشه، إيه الحاجة اللي تقدر تفيده في المستقبل اللي جاي. من هنا جت البرامج المميزة، ومن هنا جت فكرة إقبال الطلبة كتير عليها. وطبعا برضو أنا بأكد على اللي سيادتك قلته، دور الجامعة عموما مش تدريس بس ولا بناء طالب بس، ده دور أساسي بناء الطالب، ولكن دلوقتي كل الجامعة، وطبعا من أول رئيس الجامعة كل عاملين في الجامعة الأستاذ الدكتور محمود زكي له دور كبير جدا في إزاي تخلي الجامعة مفيدة للمجتمع اللي حواليها والمنطقة اللي حواليها في أكتر من فرع. يعني أنا لو كلمت مع سيادتك أنا ممكن أفتح في حاجات كتير جدا. طبعا هنتكلم فيها ونتكلم عن البرامج طبعا، عن البرامج. فطبعا احنا لازم بنخدم المجتمع، لازم بنشوف فكر المستقبل عايز ايه،
الرؤيه اللي احنا حاطينها للجيل اللي جاي عايز ايه، وحتى ابتدينا نغرس ده كمان في الطلبه بتوعنا. لا خلي بالك توجهات الدوله محتاجه التخصصات دي، دي تخصصات هيبقى عليها اقبال سواء عندنا جوه مصر او في المنطقه اللي محيطه، لان سيادتك عارف ان احنا دايما بنغذي المنطقه المحيطه حوالينا كلها بالزبط. بالكوادر اللي بتطلع من مصر بالزبط. ودي وده عاده مصر دايما بالظبط. وده فعلا يا دكتور كان سؤالي لحضرتك استاذ دكتور احمد نصر عميد كليه الهندسه جامعه طنطا. احيانا بنلاقي بعض الدول بتقول لك تيجي انا عايزه، انت عندك تخصصات ايه عندك انا عايزها، مش ده بيحصل؟ تمام. لا يعني طبعا مش داخل برضو المستوى المحلي فقط، لا ده بيطلع برضو، بيطلع برضو زي ما انا قلت لحضرتك في بعض التخصصات بقى يبقى فيها تكدس وعدد كبير جدا من الخريجين. في تخصصات تانية طالعة الجيل دلوقتي بقى يدور عليها والدول اللي حوالينا بتدور عليها، فعشان كده احنا لازم نركز على التخصصات دي عشان نقدر نفيد بيها سواء جوه جمهورية مصر العربية او البلاد العربية اللي موجودة حوالينا او اي مكان بيطلب التخصصات دي بشكل دايم. صحيح. زي ايه التخصصات دي يا دكتور؟ هو طبعا الجزء بتاع الذكاء الاصطناعي ده يعني كبير جدا، هندسة الحاسبات طفرة كبيرة جدا، هندسة الحاسبات دي حاجة كتيرة، تخص الميكاترونكس وزي ما حضرتك هتسمع من اسلام دلوقتي عليه اقبال كبير جدا، الطاقة الجديدة والمتجددة طبعا مين دلوقتي، وخلي بال سيادتك انا كل الحاجات اللي بقولها لك دي تعتبر من الاهداف الاستراتيجية لمصر ورؤية مصر اللي مصر عايزاها وبالتالي انا دلوقتي لما اجي افتح برنامج يبقى لازم افتح برنامج في اطار توجهات الدولة اللي احنا محتاجينه، ما افتحش برنامج فيه تكدس وانا عارف ان في عدد خريجين منه كتير، فبالتالي لا البرامج دي ابتدت تميز المجالات العمل اللي احنا طالبينها اقبال كبير جدا بدا يبدا عليها، فده بصراحه حاجه يعني كويسه جدا وفتحه مجالات للطلاب بتوعنا وعامل نجاح كبير جدا في الكليات سواء عندي في الكليه او في كل الكليات اللي موجوده في مصر كلها. طب يعني حضرتك بالنسبه للطالب اللي بيلتحق بكليه الهندسه هل بيبقى فيه نوع من انواع التنوير او التوجه، هو مثلا بيبقى جاي يقول لك انا يا مدني يا مش كده ولا يا دكتور يقول لك انا عايز اطلع كده يا فهل بتطلعوه؟ لا ده في كلام سيادتك يعني محتاج تغيير الثقافه دي طبعا. لا كلام سيادتك موجود، انا هقسمهم لحضرتك. احنا عندنا الطالب بيجي من الثانويه العامه يدخل كليه الهندسه خلاص، ده طالب جاء عندي في الكليه، بيبقى في بعض الطلبه جايه رسمه مستقبلها يعني ده ما بتقدرش انت تغير له طريقه حتى في تخصص سواء يعني انا يعني مش عايز ادخل في حاجات متخصصه، سواء هو مثلا شايف حد قريب ومتميز في المجال ده فهو جاي حاطط في دماغه انه عايز يبقى ايه نفس المجال، والده شغال في المجال ده فهو حب المجال عن طريق والده مثلا فجاي واخد، فده ما بتقدرش تغير تفكيره، ده جاي راسم خطته من الاول عارف هو رايح فين وده حاجه كويسه برده مش وحشه يعني دي ممتازه، وحتى لما بيخش المجال بتاعه عن حب بتلاقيه متميز فيه. ده نوع. النوع الثاني ما عندوش فكره، هو دخل كليه الهندسه عارف انها كليه من الكليات الكويسه كليات قمه سامع عنها لكن ما يعرفش البرامج اللي جواها ايه، ده دورنا احنا بقى نبدا احنا من اول ما الطالب بيدخل في اعدادي بنبتدي نديله قبل كمان ما يبتدي يتوزع على الاقسام، هو في اعدادي بيدرس مواد عامه بيبتدي خلال المواد العامه اللي هو بياخدها دي يتعرف منها على اقسام الكليه ايه، لان في اعدادي غالبا بتبقى في مواد مرتبطه شويه ببعض الاقسام كمرحله تمهيديه. بنيجي كمان احنا دورنا قبل ما يجي بقى يختار التخصص بتاعه، لا احنا بتبقى في قعدات مع الطلب اللي بيحب يعرف حاجه في مجال معين تخصص معين، انت ما تعرفش مثلا عن قسم معين في الكليه بنجيب متخصص من القسم ده في محاضره طلابيه يدي القسم بيعمل ايه، الخريج بتاعه بيشتغل في ايه، يعني سوق العمل فرص العمل اللي هيقدر يشتغل فيها ايه، فدي بتبتدي توجه بقى بعض الطلبه لاتجاه معين. وطبعا بالنسبه لنا احنا بنبتدي ننصحهم بالحاجات اللي بيبقى عليها ايه اقبال ومحتاجينها وبنلاقي فعلا طلبه بتبتدي تستجيب كتير جدا. هي اخر حاجه اقدر اقولها لحضرتك ان كان نزل من فتره من مش بعيده يعني ايه اهم الاعمال اللي مطلوبه خلال العشرين سنه الجايين اللي هيبقى عليهم طلب كبير جدا، يعني احنا نصحنا الطلبه عندنا انهم لازم يقروا في الكلام ده، لازم يعرفوا الطلب هيبقى ايه، حتى في اخر اجتماع ليا كان في عندنا حاجه اسمها جامعه الطفل، انا يمكن اتكلم عليها بعد كده، دي لسه جديده ولا لسه تحت الانشاء ولا لا؟ ده جامعه الطفل دي مبادره بتتبناها وزاره التعليم العالي كمبادره ده المرحله السادسه منها، ده احنا بننفذ دلوقتي في المرحله السادسه، بتتبناها وزاره التعليم العالي واكاديميه البحث العلمي وبنتبناها عندنا في الجامعه وبدانا فيها بالفعل. جامعه الطفل دي بيجي لنا اطفال من 9 ل 11 سنه جم هم واولياء امورهم
واستقبلناهم عندنا في الكليه، هم هيلفوا كل كليات الجامعه. واحنا دلوقتي بدانا في فتره الاجازه، فبنبتدي نقول للاطفال، شوف حضرتك من سن كام؟ من 9 ل 11 سنه، كليه الهندسه تخصصاتها ايه؟ اقسامها ايه؟ المجالات اللي مطلوبه فيها ايه؟ يمكن الطفل حضرتك تقول انه صغير 11 سنه، بس احنا كمان بدانا نوجه الكلام، وانا في المحاضره اللي عملتها معاهم اللي انا استقبلتهم فيها بدانا نوجه الكلام لاولياء الامور. لان دول يعني النشء الصغير ده اولياء الامور. حتى انا قلت لهم انتوا مسؤولين عن الاطفال الصغيرين دول. هو يمكن دلوقتي يلف، وده حصل فعلا، يدخل كليه الهندسه يشوف المعامل، بنفرجوا عليها كشكل، ايه امكانياتنا، ايه اللي موجود عندنا، تمام كده. وبعد كده مين اللي ممكن يساعده بقى بعد احنا ما نسيبه؟ ولي امره. فابتدينا نعرف اولياء الامور ايه اللي الدوله طالباه في المرحله اللي جايه. ده في المحاضره اللي احنا عملناها في دي نظره مستقبليه بعيده قوي يا دكتور، بس مهمه جدا. دي ممتازه، وجامعه الطفل دي يعني بصراحه الجامعه بتتبناها. واحنا عملنا الاستاذ الدكتور محمود سكي حتى يعني عملنا احتفاليه كبيره ببدايه جامعه الطفل المرحله السادسه في جامعه طنطا، وهم خرجوا من عندي من الكليه راحوا الكليه تانية والكليه تانية، يعني مش كليه واحده. ده بياخد فكره خلال فتره الاجازه اللي هو فيها دي عن كل كليات الجامعه. حضرتك مش متخيل الطلبة جايين بشغف في السن الصغير. الهدف من ده يا دكتور؟ الهدف من ده رقم واحد، انت بتحاول تشد الطفل من هو صغير يعني ايه دراسة جامعية. هو ما يعرفش لسه صغير، بس ولكن واحدة 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 واحدة. ما احنا ما بدأناش معاه يعني. بص انا حتى لما بدأت معاهم قلت لهم انتوا جايين على كلية الهندسة على طول، يعني واخدين كده ايه، بدأوا بكلية الهندسة في كلية كبيرة امكانيات كبيرة، فاحنا مش جايبينكم هنا عشان ناخدكم، ده احنا جايبين طفل يتفرج، يتفرج على المعامل. دخلناهم وحده الصوره دي ما بتتنساش يا دكتور، طبعاً موجوده في ذهن الطفل لحد ما يكبر ويبقى طالب جامعي. وانا مش قادر اقول لحضرتك التفاعل اللي احنا لقيناه من اولياء الامور. اولياء الامور كانوا مبسوطين جدا. مبادره انا بصراحه بعتبرها من المبادرات الممتازه اللي متبنياها وزاره التعليم العالي، مبادره جميله جدا. وانت بتزرع في الطفل الصغير يعني ايه جامعه، يعني ايه تخصص، يعني ايه مستقبل. بيبتدي يخش معمل عند سيادتك مثلا يشوف جهاز معين، يبتدي تترسم الصورة دي في دماغه. أنا عايز أخرجه من عندي بيحب الكلية. الصورة دي لما تترسم في دماغه ممكن بعد كده الأطفال دلوقتي كلهم معاهم وسائل حديثة جدا عن نت، يقدر يعمل سيرش، يقدر يشوف بالزبط. فيقدر يجيب داتا عنها، يحب المكان. لو ما لقاهوش عندي ممكن يلاقيه في كلية تانية. يبقى أنا كده ابتديت أصنف الطالب الصغير ده هو ميوله ايه. لو ما لقاش في الهندسه ممكن يلاقيها في الطب، يلاقيها في كليه التجاره، يلاقيها في كليه اسماء، يعني تخصصات مختلفه، يقدر يبتدي من صغره يميل لاتجاه معين. صحيح. معاه ولي امره بقى، لما احنا مسكنا اولياء الامور قلنا لهم خلي بالكم ده النشء ده اللي هيمسك بعدنا، يعني ده خلاص انت بتحضره سيادتك عشان ايه؟ ده الجيل اللي طالع. طب خلي بالكم بقى ان في دلوقتي بعض الوظائف مهمه جدا الدوله طالباها، العالم كله طالبها، فابتدوا وجهوا ولادكم من السن ده للوظائف دي. كان في تفاعل كتير جدا من اولياء الامور. وحتى انا قلت لهم حتى في اخر الاجتماع قلت لهم لو لقيت الطفل ميال لاتجاه معين عايز يعرف فيه اكتر احنا معاكم، مفيش اي مشكله خالص، تواصلوا معانا شخصيا واحنا نبتدي نديله داتا اكتر عن الحاجه اللي هو شافها، ممكن يكون شافها سريعا. لا احنا نديله داتا اكتر عنها بحيث ان احنا بنبقى خلاص عرفنا ان ده له ميول معينه، فاحنا صحيح. نقدر ننميه. ده احنا فعلا والله عايزين نعمل حلقه مخصوص عن ده، لان فعلا اهتمام بالنشء والطفل ده هو ده الاساس والقواعد الاساسيه اللي بعد كده فعلا. طبعا. هرجع بقى لطالب اسلام النوي. طبعا انت ما شاء الله عليك طالب متميز في كليه الهندسه. عايز اتكلم على البرامج اللي موجوده الحديثه دلوقتي والمشروعات اللي مشارك اللي انت مشارك فيها، وخاصه البرامج الحديثه. تمام. هو انا طالب في برنامج الميجاترونيات. هو عموما ما تشرح لي دي يعني ايه اسلام؟ هو ميجاترونيات اسمها ميجاترونكس. ميجاترونكس ايه معناها؟ الميجاترونكس الجزء الاول فيها اللي هو ميكا، ده اختصار لميكانيكا، وترونكس اللي هو اختصار ميكا بالكاف مش بالجيم. بالكاف. تمام. اللي هو اختصار لميكانيكا. والالكترون ميجاترونكس درونكس بقى اللي هو اختصار الالكترونكس. فالقسم بيجمع بين الجزء الميكانيكي والجزء الكهربي. يعني القسم المفروض ان انت بتاخد جزء من الهندسه الميكانيكيه والهندسه الكهربيه وبتجمع ما بينهم، لان على الاغلب انت لو بتدرس هندسه ميكانيكيه بس، فانت مثلا لو عندك اله، فالاله بيكون عباره عن اجزاء ميكانيكيه، فعلى الاغلب عشان تشغلها بيكون في اجزاء كهرباء محتاجه طاقه كهرباء. صحيح. فعشان انت تقدر تعمل المهندس متكامل يكون عنده كل ده، بدل ما مهندس الميكانيكا يكون عنده قصور في الجوانب دي وهو يحتاج يجتهد عشان يبقى يحقق الحاجه دي،
فالقسم هو بيشمل الحاجتين مع بعض بحيث انها تطلع مهندس متكامل يقدر يتعامل مع الاجزاء الميكانيكيه والاجزاء الكهربيه، وكمان يقدر ان هو يبرمج الاله نفسها. فالقسم يعتبر قسم متكامل، اللي عنده شغف يدخل قسم ميكانيكا او قسم كهرباء فهو ممكن يبقى الخيار الامثل للاشخاص اللي بتدور في الاقسام دي. مجالاته ايه؟ مجالات العمل ايه؟ مجالات العمل بالنسبه لقسم الميكاترونكس، ممكن تشتغل في مجال التحكم الالي زي في المصانع، ان بيبقى فيه مكان في المصنع فالمكان ده بيشتغل بسيكونس معين، ده جزء. ممكن تشتغل في مجال السيارات، ممكن تشتغل في مجال الروبوتات، وطبعا ده يعني مجال المستقبل، ومشروع التخرج بتاعي كان عباره عن روبوت. ممكن تشتغل في مجال البرمجه، ممكن تشتغل في مجال التصميم الميكانيكي. يعني انت اصلا في ميكاترونكس في جزء كبير اصلا انت بتدرسه ميكانيكا، فبيتيح لك برضو ان انت تقدر تشتغل في مجالات ميكانيكا. فانت يعني القسم يعتبر متكامل، تقدر تحقق منه يعني وظائف متعدده، ممكن اكتر ميكانيكا او من كهرباء لوحدهم يعني. طيب احنا في تقرير صغير عن مشروع ميكاترونكس، نطلع نشوفه بعد كده يعني نصدق على كلامك كده ونرجع تاني لحضرتك. هو سيرفنت روبوت ديزايند اند مانيفاكتشرنج اوف اوتونوموس روبوتيك ارم فور اوبجكت مانيبيوليشن. المشروع بتاعنا ببساطه هو عباره عن موبايل روبوت في روبوتيك ارم بيقوم بدور البشري بغرض تقليل التواصل بين البشر سواء كان في مطاعم او مستشفيات. اللي بيميز البروجكت بتاعنا او الروبوت بتاعنا عن الروبوتس الموجوده في الماركت ان الروبوتس الموجوده في الماركت هي مجرد موبايل روبوت. الروبوت بتاعنا هو موبايل روبوت بالاضافه روبوتيك ارم. روبوتيك ارم احنا اضفناه عشان يعمل عمليه مانيبيوليشن، يؤدي ديفيكالت تاسكس زي مثلا ان هو يناول المريض دواء معين او يسيرف الكاستمر في الريستورانت بشكل مناسب اكتر، بشكل اليق اكتر. لكن الويت روبوتس الموجوده في الماركتس دلوقتي هي كل اللي بتعمله ان هي بتوصل الاوردر للكاستمر، والكاستمر بيبقى عليه ان هو ياخد الاوردر بنفسه. الروبوت بتاعنا ما بيعملش كده، هو بيمانيبيوليت كل حاجه، بيشيل الاوردر ويحطه قدام الكاستمر، كمان بيقدر يصب له ميه ويناوله اي حاجه هو يبقى. عباره عن موبايل روبوت عليه روبوت ارم بيقدر يبيك اند بليس، يشيل حاجه من مكاني يوديها لمكان تاني. ممكن يستخدم استخدامات كتير، ممكن يستخدم في مستشفى ينقل حاجه من مكانها، ممكن يستخدم في ريستورانت ينقل الاكل يوديه مكان اخر او هكذا. يعني حضرتك واحنا بنشوف الروبوت ده، فكنت اتكلمت مع استاذ دكتور احمد نصر عميد كليه الهندسه جامعه طنطا، قال لي ده احنا هي الحاجه ام الاختراع. حضرتك قلت لي ان مريض الكوفيد ده ممكن يودي له الدواء ويرجع تاني، هو طب ده في حد بيمشيه ولا ده ذاتي ولا بيفهم ازاي ولا ايه بالظبط؟ هو زي ما اسلام قال، هو ذاتي القياده، يعني هو ايه بيتحرك موجه على مسار معين. الفكره جات لهم في المشروع، وطبعا انا بشكر الاساتذه اللي كانوا معاهم في المشروع بصراحه، لان يعني لو ما كانش في حد بيتابع معاهم بشكل دوري ما هوش هيقدروا يوصلوا للنجاح اللي احنا شفناه ده. فجت الفكره ان يقدر حاجه زي دي توصل للمريض وهو في سريره، مفيش تدخل من انسان خالص، ياخد الادويه من بره ويمشي على المسار اللي هو متحدد له لحد ما يوصل للمريض ويسلمه الادويه بتاعته ويسلمه اي حاجه. دي كانت فكره المشروع في الاول. ويعني في المجال ده لا، احنا عندنا لو هندخل في البحث العلمي بقى كمان، يعني ده على مستوى مشاريع الطلبه، احنا بنتكلم على مستوى مشروع طلبه ما شاء الله يا دوبك لسه عاملين. لكن على سكيل اكبر بقى لا، احنا المشاريع البحثيه عندنا حاجات على مستوى عالي وفعلا يعني عشان الازمه اللي مر بيها العالم كله في موضوع الكوفيد ده، احنا ابتدينا نفكر في اكتر من حاجه. يعني احنا عندنا مشروع بحثي انا ممكن استفيد مع سيادتك فيه، جهاز تنفس صناعي. ده اتعمل بامكانيات في كليه الهندسه بشراكه مع اكاديميه البحث العلمي، واحنا يعني عدينا مرحله المعايره، عايرناه جايب كفاءه 95%،
والحاجة الوحيدة اللي واقفة قبل ما نعلن عنه بشكل رسمي احنا والجهة اللي معانا اللي هي الشكل النهائي بتاعه. يعني هم دايما بيعملوا لنا حاجات مميزة جدا. وده الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة النهاردة اللي مستقبلهم أكد على النقطة دي. يعني انت بتعمل جهاز مميز وبيشتغل وبيعمل حاجة, بس احنا عايزين الفينش النهائي بتاع الشكل. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي في المشروع البحث اللي هو شغال على جهاز التنفس الصناعي على الحيوانات, ويتعاير في جامعة القاهرة ومدي كفاءة 95%. فاضل بس ان احنا نحطه في الشكل اللي تقدر بعد كده تسوقه بيه. يعني لازم يكون شكل مناسب تقدر تسوق بيه. ده مشروع من المشاريع المهمة جدا اللي احنا شغالين عليه من يعني تقريبا من سنتين من اول ما بدأت الازمة. شيء رائع. يعني انا دايما بقول للمشاهد دوت, يعني لا, هي كليه الهندسه هي فعلا هي رائده, يعني اسمحوا لي, رائده كليه الهندسه على مستوى مصر فعلا. لما بنلاقي مثل هذه التطورات والحاجات الحديثه, حضراتكم فكروا كده هتلاقوا يعني في مواجهه كوفيد خلاص, يعني ما فيش بقى ممرض يخش ولا كذا, لا, كل حاجه طبعا بالروبوت, وبالتالي ده بيقلل انتقال العدوى ويحافظ على صحه الانسان. فكل التحيه والتقدير طبعا لكليه الهندسه جماعه طنطا. يا اسلام, عايز تقول انا بحييك والله يا اسلام. الله يكرمك. البرنامج بتاعك بقى يعني ده من ضمن البرنامج بتاعك مش كده ولا ده مشروع التخرج بتاعك؟ ده مشروع التخرج بتاعك. في ايه تاني من ضمن البرامج الاخرى اللي انت اشتركت فيه, ولا هو بس ميجاترونكس اللي اشتركت فيه؟ لا, هو انا في ميجاترونكس بس, ده مشروع التخرج بتاعي. طبعا في جروب كمان اتخرج اللي هو زي ما دكتور احمد وضح, هم عملوا مشروع تاني عباره عن يعني زراعه اليه برضو بيقدر يفصل حاجات عن بعضها. هل ممكن تشارك في برامج اخرى لجانب ميجاترونكس, ولا هو بتختار برنامج واحد فقط؟ حضرتك تقصد في الكليه من اول ما تدخلها؟ مثلا بالاضافه للبرنامج بتاعك. لا, هو المفروض بتدرس برنامج واحد. بتدرس برنامج واحد فقط وبتتخصص فيه. صحيح. طيب استاذ دكتور احمد نصر, عميد كليه هندسه جامعه طنطا, انا عندي هنا برضو في مجال التشييد في العماره البيئية في الطاقة المتجددة, عايزين برضو نتكلم عن البرامج الحديثة دي. هو زي ما قلت لسيادتك, أنا عندي في الكلية في الوقت الحالي أربع برامج: برنامج هندسة التشييد, برنامج العمارة البيئية, برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة, وبرنامج الميكاترونكس اللي فيه إسلام. الأربع برامج هم بصراحة أبهرونا السنة دي بالمشاريع بتاعت الطلبة. أول برنامج كان بدأ برنامج هندسة التشييد ده في 2015, جاء بعدي في 2016 العمارة البيئية, وبعد كده البرنامجين التانيين في 2019. السنة دي كل المشاريع اللي طلع من البرامج, رقم واحد مشاريع خدمية يعني تخدم المجتمع. زي ايه يعني البرامج دي حضرتك بتطبقها على أرض الواقع؟ تمام. يعني أعرف ان في تم التنفيذ معها في العاصمة الإدارية الخاصة بالعمارة البيئية. ما انا هقول لسيادتك الربع. هي المشاريع بوجه عام احنا بقالنا دلوقتي يعني في داخلين في سنتين اهو بنحاول نوجه كل مشاريعنا لخدمه المجتمع وتكون مشاريع تطبيقيه. يعني عايزين نبعد عن الجزء النظري اللي هي مشروع مالوش تطبيق, مش عايزين كده. احنا عايزين الطلبه تتعود انها تعمل حاجه يكون لها تطبيق, زي المشروع اللي حضرتك شفته دلوقتي. فكره بسيطه ابتدوا يعملوها لحد ما تنفذت بالمنظر اللي احنا شفناه, فاضل لها الفينش النهائي علشان تبقى ايه, تقدر سيادتك تسوقها. بقيت الاقسام, العماره البيئيه لما خدوا طبعا كلنا عارفين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديد. ممكن تشرح العمارة البيئية المواطن اللي بيشوفنا عايزين يسهل ايه العمارة البيئية؟ انا اقول لحضرتك حاجة, انا هنقلها لسيادتك زي ما سمعتها منهم لان انا تخصص انشاءات. بس هم قسم رائع, يعني العمارة البيئية ده قسم رائع, لما سيادتك يعني تتكلم في التفاصيل معاهم هيدوني افاده اكتر. تعرف منهم حاجات. بس انا بحاول اخد معلومة بحيث المشاهد اللي بيشوفنا يبقى عمارة بيئية. هي العمارة بتهتم بالبيئة. بالبيئة. مش كل حاجة ان احنا بقى ايه يعني خرسانات بشكل كبير. يعني كل ما يحيط بالانسان. كل ما يحيط بالانسان وبيستخدم, يعني عندي لحضرتك اقرب مثال الاضاءة. ازاي هو يعمل النوافذ بشكل معين بميل معين بالوان معينة توفر اضاءة داخلية بحيث ان انت تقلل في استهلاك الكهرباء جوه المنزل. هندسة برضه. هندسة طبعا. ده هندسة وتخصص. كل حاجة في الجامعة هندسة فعلا. طبعا. هندسة وتخصص جميل جدا. دي عمارة بيئية لانه بيبتدي يربط البيئة بالجزء اللي حواليه والجزء الهندسي برضه. يعني هو حقق لك الإضاءة اللي انت محتاجها بطريقة معينة في اتجاه معين بلون نوافذ معينة بميل معين وبطريقة صحية ممكن عشان ما تأذيش العين او يبقى في تلوث بصري, ويوفر لك الطاقة. ويوفر الطاقة وده اهم شيء. فدي حاجة جميلة جدا ومستقبل جاي كبير جدا. العاصمة الإدارية ومدينة العالمين معمولين على اعلى مستوى, فابتدت الطلبة تاخد مشاريع في
المنطقه دي والمنطقه دي. الطلبه نفسهم يعني الله. لما يجي يحط مشروع يقول طب انا لو هعمل مثلا في مدينه العالمين وده حصل السنه دي مشروع معين، المدينه متطلباتها ايه اللي احنا محتاجينه، وابتدوا يفكروا وعملوا مشاريع يعني ممتازه جدا. وده مش رايي، ده راي اللي حكموا المشاريع دي، وكانوا جايبين اساتذه من بره كمان في تحكيم المشاريع. فالناس اثنت على الشغل اللي الطلبه عاملاه. ده العماره البيئيه عن الطاقه الجديده والمتجدده، ده برنامج جدا عشان معانا تقرير على الموضوع ده. يعني سيادتك هو هتوضح اكتر كمان في التقرير، بس لما تبتدي سيادتك تشغل الطلبه في مشروع يهتم بتخزين الطاقه، حاجه جديده، حاجه مهمه. احنا كل العالم دلوقتي بيعاني من مشكله الطاقه والبترول والاسعار اللي بتزيد. المشروع كان مبني على كيفيه تخزين الطاقه وانترنت الاشياء، يعني افكار جديده الطلبه بدات تحط ايديها فيها. وخلي بال سيادتك ان انت بتتكلم عن مشروع التخرج، يعني دي الحاجه الاخيره اللي هياخدها الطالب معاك عشان يبتدي يطلع للمجتمع بقى. ما انت هتسلمه بعد كده لمين؟ تمام، للمجتمع. طب احنا معانا تقرير هو تعاملي عن الطاقه المتجدده، نطلع نشوف هذا التقرير بعد كده نرجع لحضراتكم مره تانية. التخرج بتاعنا حاجة بتحاكي التوجه الدولة في تحسين منظومات الطاقة، ان احنا قمنا ان احنا بنحسن منظومة التخزين، ان احنا اضفنا سوبر كاباستور. السوبر كاباستور ده بيقوم ان هو بيتلاشى التيارات المفاجئة في الاحمال، بحيث ان انا ما يحصلش اجهاد على البطارية والتخزين. طبعا ده بيخدم منظومات البي في او هي منظومات الالواح الشمسيه، اللي هي طبقا لتوجه الدوله ان 2030 يعني ان احنا بنحاول ان احنا نخلي منظومه الطاقه الشمسيه بتؤثر او هي اللي بتنتج 40% تقريبا من الطاقه في مصر. رجعنا لحضراتكم مره تانية، وزي ما حضراتكم شفتم برامج مشروعات الطاقه المتجدده، وهرجع للاستاذ دكتور احمد نصر عميد كليه الهندسه جامعه طنطا. في الحقيقه حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا عن البحث العلمي، ودايما بنؤكد على البحث العلمي، وهنا دايما بنجد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم على البحث العلمي واهتمامه بالتكنولوجيا والتطور الحديث. يعني النهارده شاهدنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيهتم بمصر الرقميه والتطور والتكنولوجيا والحاجة الحديثة عشان نقدر بالفعل نواكب العالم. السؤال هنا أهمية البحث العلمي في خدمة المجتمع ورؤية مصر 2030. طبعا سيادتك ذكرت نقطة مهمة جدا، هي توجه الدولة عموما ناحية البحث العلمي. البحث العلمي هو قاطرة كل الدول المتقدمة اللي احنا بنقعد نتكلم عنها كتير، لو الدعم ومشي في مساره الصحيح زي ما سيادتك قلت. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى يوجه، وده اللي واخده كل الجامعات. يعني انا هكلم سيادتك عن كل الجامعات، ان كل جامعه دلوقتي حاطه لها خطه بحثيه طبقا لرؤيه مصر 2030 وطبقا لاحتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيها. النقاط دي بتتعرض وبتدرس كويس، وابتدت كل كليه تاخد توجهاتها بحيث تطبيق النقط دي. ما روحش اعمل خطة بحثية تكون قديمة، ولا خطة بحثية تكون مش هتفيد رؤية الدولة 2030 زي ما سيادتك قلت. لا، ده لازم الخطة البحثية تكون حديثة تفيد المجتمع اللي سيادتك موجود فيه، وتفيد كمان الايه رؤية مصر 2030. عشان كده تلاقي عندنا خطة بحثية مجموعة من النقاط اللي احنا بنوجه كل الاقسام انها لازم تشتغل فيها. طيب لو جينا ناخد مثال
احنا بندعم البحث العلمي طبعا. في السنتين الاخرين جامعة طنطا على وجه الخصوص بتدعم البحث العلمي بشكل كبير جدا، ويعني المشاكل اللي كنا بنسمع عليها قبل كده لا ما عادش فيه. الناس دلوقت ابحاث بتتنشر دولية، بياخدوا مكافآت قيمة جدا. لو اتكلمت عن كلية الهندسة بشكل خاص، ان انا اقول لسيادتك ان انا 2019 الناشرين اللي عاملين بحث علمي الاساتذه اللي عندي واخدين من الجامعه مكافآت فوق ال 800000 جنيه. 2021 ال 800000 جنيه دول بقوا 2,400,000 ما شاء الله. فشوف سيادتك النطه اللي حصلت في سنه. واحنا ان شاء الله الرقم ده هيتكسر تاني السنه دي. ده على مستوى، ده انا بتكلم على مستوى كليه الهندسه. لو خدت سيادتك على مستوى اكبر على السكيل بتاع الجامعه، لا احنا محققين طفره في عدد الابحاث، ومعالي النائب الاستاذ الدكتور كمال عكاشه يعني طفره كبيره جدا، كل الدعم لاي مشاريع بحثيه اي حاجه. طب ارجع تاني للبحث العلمي واهميته. عندي مجموعه من الباحثين في كليه الهندسه يعني بصراحه متميزين جدا. يعني لو جينا ناخدهم، انا عندي مثلا 7 من افضل 2% على مستوى العالم في تخصصاتهم. كم الابحاث العلميه المنشور كبير جدا في المجالات اللي انا بقول لسيادتك فيها، وانا يمكن اتكلم مع حضرتك فيها دلوقتي، اللي هي المجالات رؤيه مصر 2030. او هو ده المطلوب. لا ناخد مثال بسيط، تحليه الميه. طبعا حضرتك سمعت طبعا الكلام ده. طبعا في امس احنا في امس حاجه اهتمام فخامه الرئيس بهذا الموضوع، والدوله بتصرف مليارات على محطات تحليه الميه. مشروع بحثي بتتبناه كليه الهندسه، ويعني كل الدعم من معالي رئيس الجامعه، ماسكه الاستاذ الدكتور عبد النبي قبيل في كليه الهندسه، وده من افضل 2% من الباحثين، وجايب لنا اعلى سكور في الابحاث المنشوره في مجال تحليه المياه. محطه تحليه مياه موجوده دلوقتي عندنا في كليه الهندسه بساعتها. عملته بالفعل؟ موجوده فعلا. موجوده موجوده فعلا. ده انا اقول لحضرتك مفاجاه بعدها كمان. موجوده المحطه موجوده. بتقدر تحلي، مع ان ده نموذج صغير، لحد من 25 ل 30 متر مكعب مياه في اليوم باستخدام تقنية النانو. يعني هي الفكرة كمان مش في ان احنا بنحل مية في محطات تحلية، لا ده شغال عليها فريق بحثي طرق جديدة في تحلية المية. دي محتاجة حلقة لوحدها دي. ده اسلوب علمي، اسلوب علمي محتاجة جدا عشان كمان يبقى يعني المتخصصين يشعروا. تقنية النانو في تحلية المية ابحاث كتير جدا، وهو عامل مدرسة علمية في المجال ده. يعني عندنا مش هو بس، ده هو معاه اكتر من باحث في المجال ده. طب ايه الجديد غير كده؟ كلفت الجامعة كام؟ لا ده مشروع بحثي ممول من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا. يعني انا ككلية ما دفعتش فيه حاجة، الجامعة ما دفعتش فيه حاجة، ده هو قدم الفكرة، الفكرة لاقت استحسان، ابتدوا يمولوه، جاب المحطة، المحطة شغالة دلوقتي، يعني فريق بحثي كامل شغال عليه. كمان حاجة، ده انا بدي لحضرتك امثلة في المشاريع البحثية اللي موجودة بالفعل، مش هنعملها لا، ده موجودة وحضرتك قيمها رؤية مصر 2030 فهتلاقيها بتتفق معاها تماما. طبعا طبعا. عندنا مشروع تاني في قسم هندسة الانتاج، هذه اقسام مش برامج مميزة. يعني احنا البرامج المميزة اللي حضرتك عدها ده دي اقسام. قسم هندسة الانتاج عنده مشروع انتاج الالواح الخشبية من المخلفات الزراعية والمخلفات البلاستيكية. انتج وطلع الواح وبنفس الجودة وبنفس. انا هقول لحضرتك احنا هي طلع المنتج، المنتج ده لازم بيخش في كذا مرحلة معايرة عشان تقدر تقول مواصفاته ايه، اقدر استخدمه في ايه. عملنا عليه اختبارات، اول حاجة ما بيمتصش المية، مش زي الخشب العادي اللي ممكن بيمتص المية. ابتدينا نحط فكرة انه يستخدم في النجارة المسلحة. حضرتك عارف في اي مبنى بيبتدي يحط لازم الخشب اللي احنا عارفينه كلها صحيح. فده لو استخدمناه لا عمره اطول، ما بيمتصش الميه اللي بتطلع من المخلفات الزراعيه، من المخلفات الزراعيه والمخلفات البلاستيكيه عمره اطول، ما بيمتصش الميه، ودي بتعتبر مشكله بتحصل في خشب النجاره العادي صحيح وبيبوظ مع الوقت. ده ما بيمتصش الميه، تقدر تعمل له اكتر من مره استخدام، وبعد كده ممكن تعمل له ريسايكل تاني يعني تعيد. انا هستاذن اقف عند النقطه دي بس نطلع فاصل رفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه طنطا، وبعد كده نرجع لحضراتكم مره ثانيه. في الحقيقه يعني هي كليه الهندسه جامعه طنطا كليه رائده، اللي احنا بنسمعه النهارده بصراحه فوق الخيال، لكن ده في الاخر بيخدم بلدنا العظيمه مصر. نطلع فاصل رفع.
مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما بنقول بالفعل قولا واحدا، كلية الهندسة جامعة طنطا بتواكب رؤية مصر 2030. وهرجع ليه الأستاذ دكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا. حضرتك قلت لي هو فعلا يعني كان نقول في الأول كان كلام خيال، والخيال أصبح واقع. مخلفات زراعية حولناها لمنتج يخدم المجتمع بدل ما تبقى ضارة بالبيئة. ايه تاني يا دكتور؟ يعني المشروع اللي بكلم حضرتك عنه ده ابتدوا يختبروه، لقوا حتى له مقاومة للإشعاع، يعني حتى بيقدر يعكس الإشعاع بطريقة معينة. كل الكلام ده له نتائج وبيخضع للاختبارات عشان قبل ما تبتدي تطلعه يبقى عندك حاجة موثوق فيها تقدر تعلنها. تمام. سيادة الجهاز التنفس الصناعي اللي انا قلت لحضرتك عليه في الاول ده مشروع بحث كبير جدا شغلنا عليه بقالنا فترة. خلص ولا لسه يا دكتور؟ هو خلص. خلص وعايرناه، وجت جامعة القاهرة عايرته وجربناه على الحيوانات. تمام كده، بحيث لقينا الكفاءة بتاعته 95%، ومعانا شهادة بكده، شهادة موجودة ان كفاءته 95%. بس ده مشروع مشترك ما بيننا وما بين أكاديمية البحث العلمي، فلازم قبل ما نبتدي نعلنه بشكل رسمي الشكل العام بتاع الجهاز. هو ده اللي فاضل اللي احنا شغالين فيه في المرحله. الصوره النهائيه مش الشغل بتاعه نفسه، لا، الشكل النهائي، بحيث لازم ياخد شكل نهائي مظبوط علشان تقدر تسوق له وتقدر تعلن بيه الشكل. فيعني هي دي الخطوه الوحيده اللي فاضل. سيادتك 32 معمل بحثي عندي في كليه الهندسه، 32 معمل بحثي في مختلف وطلابي في مختلف المجالات. عندي معمل على احدث مستوى في، يعني انا يعني يا ريتنا كنا صورناه عشان سيادتك كنت تعرضه، المحركات، معمل المحركات، بنقدر نقيس كفاءه المحرك، نقدر نحسن من كفاءه المحرك، تقليل العادم الصادر من المحركات، كل ده عشان البيئه والتلوث والحركة. لدرجه ان احنا دلوقتي الخطوه اللي احنا اللي بعد كده، انا عندي المعمل جاهز وشغال، الخطوه اللي خدناها فعلا وفي مرحلتها النهائيه ان احنا قدمنا على ان يبقى مركز يقدر يخدم سيارات الجامعه، يقدر يخدم بعد كده على سكيل اكبر المنطقه اللي احنا واحدة واحدة. تمام، يقدر اي مواطن يجي بعربيته عايز يقيس نسبه العدم بتاعها كام، يحسن كفاءه الموتور، يقيس بعض القياسات، نقدر نعملها له في كليه الايه الهندسه. ده نوع برضو من انواع خدمه البيئه. سيادتك كنت بتقول عليه، يعني هي كلمه هندسه حاجات كتير. صحيح. يعني لو حضرتك حاجات كتير. خدمة المجتمع، لا، خدمة المجتمع احنا مشاركين في خدمة المجتمع بشكل فعال طبقا لرؤية مصر 2030 والمشروع الممتاز والعظيم اللي هو حياة كريمة. مشروع حياة كريمة، مشروع حياة كريمة بيتنفذ عندنا دلوقتي وخلصت مرحلة كبيرة جدا منه، كان معالي رئيس الوزراء افتتحها وجاء اخر زيارة لمحافظة الغربية شافها. كان حياة كريمة في زفتة وقرى نهطاي والكلام ده. مبادرة حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة الرئيس. طبعا ده مبادرة كبيرة جدا على مستوى الجمهورية يعني. وبتمسك كرة طب دور كلية الهندسة هل ملهاش دور؟ لا طبعا، كلية الهندسة انا اقول لحضرتك ان انا عندي طقم من كلية الهندسة في تخصصات مختلفة بيساهم مع محافظة الغربية في الاستلامات، يعني بيراجع على الحاجات اللي تم تنفيذها، وده هدية من الجامعة عموما والهندسة بشكل خاص في خدمة المجتمع، وهدية لمحافظة الغربية يعني بدون مقابل. طقم اللي بينزل ده يعمل الكلام ده كله تطوعي بدون اي مقابل، ده في خدمة المجتمع. كل دي حاجات مركز الاستشارات اللي موجود عندي في كلية الهندسة، اكبر مركز استشارات لانه بيضم نخبة من افضل الاساتذة في كل التخصصات على مستوى الجمهورية. اي مشكله هندسيه، اي مشكله في كافه تخصصات الهندسه عندي لها استشاريين وبيشاركوا ومتداخلين جدا مع محافظه الغربيه في اكتر من مشروع بنقدر ندي راينا فيه يرجعوا لنا فيه. ده نوع من انواع خدمه المجتمع. طيب مشروع التشييد، طالما حضرتك ذكرت، لما نيجي نتكلم على مجالات التشييد والعماره في المدن الجديده وتوفير الطاقه وانتاج مواد حديثه او صديقه للبيئه، علشان احنا معانا تقرير حول هذا الموضوع، هل نتكلم عليه دلوقتي ولا نزال تقرير ونشوف نطلع نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم ونرجع مره ثانيه؟ ماشي. We'll be right back.
التقليديه والغير تقليديه. التسليح بالمواد التقليديه اللي هي الحديد باسياخه مختلفه. المواد الغير تقليديه في منها نوعين، المواد الطبيعيه والمواد الصناعيه. اختبرنا في المواد الطبيعيه البامبو والجريد والخيزران، وعملنا دراسات شد بحيث ان احنا نستخدمها في التسليح بدل الحديد، ولقينا ان البامبو ممكن نستخدمه مثلا في المباني اللي ما عليهاش احمال كبيره زي المستودعات او المخازن اللي بتكون في اماكن بعيده. وفي الفايبر جلاس هو ماده صناعيه بس ممكن نستخدمها في من المواد الصناعيه في التسليح بدل الحديد لانه بيشيل شد اكتر من الحديد، ولكن لسه في دراسات بتحصل عليه لان في مشكله صغيره ان هو بيحصل له انهيار مفاجئ. الفايبر جلاس بيحصل له انهيار مفاجئ وما بيديش اي اشارات زي الحديد، وهو ده السبب ان هو لسه ما دخلش في الكود المصري لحد دلوقتي، بس ان شاء الله في دراسات حاليا على الموضوع ده وقريب باذن الله هيدخل في الكود المصري. استاذ دكتور احمد نصر عميد كليه الهندسه جامعه طنطا، زي ما شفنا التقرير الخاص بالتشييد عايز اتكلم عنه كده في عجاله، وتوفير الطاقه وانتاج مواد صديقه للبيئه. هو نفس الكلام، المشروع بتاع برنامج هندسه التشييد بيبتدي يجيب مواد بديله للمواد المعروفه اللي احنا بنستخدمها بشكل طبيعي. يعني في المشروع اللي حضرتك شوفه ده احنا معروف الخرسانه المسلحه خرسانه وبتحط فيها حديد تسليح. تمام. فهم ابتدوا يستبدلوا حديد التسليح بحاجات تانية، سواء زي ما تعرض في التقرير سواء كانت طبيعية أو صناعية، أسياخ بالحط مكان حديد التسليح ويبتدي يختبر ويشوف مميزاته وعيوبه. يعني هو ممكن يكون أخف، ممكن يكون أرخص، وكل دي تعتبر مميزات طبعا، ولكن طبعًا. يشوف إيه العيوب. هو برضو زي ما قال في التقرير عيوبه إنه بينهار فجائي، ما بيديش انديكيشن للانهيار، يعني بتحمل مؤشرات للانهيار، مؤشرات تمام كده ما بيديش مؤشرات. فهو الطالب بيبتدي يستبدل المواد دي، لان انت ممكن تقول ان انا يعني طب هعمل بقى، طب ما الحديد موجود، بس ممكن في منشآت بتبقى خفيفه انت مش محتاج لها الحديد بشكل دور او دورين او منشأة تمام. المجال ده ناس بدات تعمل عليه ابحاث كتير، فعشان كده هم خدوه وابتدوا يستبدلوا حتى المواد اللحمه اللي هي الاسمنت. طبعا الاسمنت له مضر كتير جدا على البيئه في تصنيعه، عملية تصنيع، لكن يبتدي يشوف مواد لحمة جديدة تبتدي تلحم الحاجة مع بعض غير الأسمنت، مادة تانية طب كفائتها قد إيه، حتى لو مش هتنفع في المباني السكنية لكن ممكن تنفع في حاجات لا تمثل خطورة بالظبط، وهتوفر لنا حديد الصلب في حاجات تانية، وهتوفر في منطقة تانية. فأدي فكرة المشروع باختصار برضه، يعني ايه يعني بيشوف ايه المميزات وايه العيوب، سمع عن حاجة طب انا اختبرها بنفسي واشوف ايه مميزاتها وايه عيوبها. انا عايز اخد من حضرتك وعد، تشرفنا مرة تانية لان حكاية جامعة الطفل دي بصراحة شغلتني قوي، وحاجة حديثة ومهمة جدا. حضرتك لما بتهتم بالطفل من سن 9 سنوات ده هيبقى شاب المستقبل وبنميه من الاساس، هو ده الصح، وخاصه اولياء الامور طبعا وتوجيههم واهتمامهم. زي ما قلت لحضرتك ده جامعه الطفل ده تبني من جامعه طنطا، يعني مش من كليه الهندسه بس، هي كل كليات الجامعه متبنيه الموضوع، وده تبني من جامعه طنطا. واحنا بدانا كنا من حظنا الحلو ان احنا كنا اول كليه زرعت الطلب ما شاء الله، فالحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. اخيرا بقى اختم مع اسلام، انا سمعت ان كان في اجتماع النهارده معاكم مع السيد الاستاذ دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا، كان ايه الاجتماع ده وخلص الاجتماع على ايه؟ هو كان الاجتماع عباره ان احنا هنعرض المشروع قدام الاستاذ دكتور محمود زكي، فروحنا مقر الجامعه وعرضنا المشروع، ويعني كان حاجه جميله جدا محفزه لينا، يعني دعم ولفته طيبه طبعا. وعرضنا المشروع طبعا، وقفنا اتكلمنا مع دكتور محمود شويه وألقى علينا بعض الكلمات التحفيزيه، وطبعا يعني حاجه اكيد اسعدتنا كلنا انا والفريق بتاعي طبعا. وفي محفزات بقى طبعا للمشروع مش كده ولا ايه؟ صحيح. هو اسلام مش عايز يقول ولا ايه؟ مش عارف. لا لا انا اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، وهو حتى كان سامع الكلام ده النهارده، هو يعني بصيل انا ويعني قال لي اي حاجه يطلبوها تتنفذ. المعامل يعني هم حتى قالوا احنا نعتبر تخصص جديد تمام كده، فمحتاجين دعم في المعامل، فقال لي لا المعامل تشوفهم محتاجين ايه تنفذه لهم. وبرده ادالهم ملاحظه اللي هي الشكل العام للجهاز، عايزين الشكل العام، يعني انتوا عملتوا خلاص الطريقه والفكره نجحت وجربتوها، ادوني بقى شكل عام بشكل يكون كويس بحيث ان لما تتعرض تبقى بشكل والتسويق هيبقى كويس. وهو الدكتور معالي الدكتور محمود زكي يعني دايما بيقول لنا الحاجات دي المفروض تتعرض في مدخل الكليه،
يعني شوف حضرتك لدرجة ايه الافكار اللي بيعملها تحطها في مدخل الكليه بحيث ان اللي يقدر يزور كليه الهندسه من غير ما حد يكلمه يلفت انتباهه صحيح ده مشروع كذا ده حاجه كذا حاجه يعني هو هيسال ايه ده اي تمام كده بالظبط فدي بتبقى حاجه كويسه واحنا يعني الحمد لله متباينين وكل دول ولادنا يعني احنا حتى بنشوف هم محتاجين ايه ونقدر نحققه لهم وربنا يسهل انا خدت من حضرتك وعد ان شاء الله حضرتك تشرفنا مره ثانيه باذن الله وتاتي معك دائما الجديد في نهايه اللقاء طبعا اتوجه بخالص الشكر للاستاذ دكتور احمد ناصر عميد كليه الهندسه جامعه طنطا شكرا جزيلا يا فندم والطالب المتميز ان شاء الله نشوفك دكتور قريب في الجامعه ان شاء الله باذن الله اسلام النووي شكرا جزيلا مشاهدينا زي ما تابعتوا معانا وشفتوا كليه الهندسه جامعه طنطا وما تقوم به من خدمه المجتمع وشفتوا أبناء جامعة طنطا الطلبة الدارسين بصراحة حاجة مشرفة قوي هو ده الشباب المصري اللي بنراهن عليه وبنعتمد عليه هو ده قادة المستقبل إن شاء الله أشكر حضراتكم ودايما نقول تحية مصر و